بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، نكمل معكم اليوم إن شاء الله في محاضرة جديدة لمساق التجارة الإلكترونية، وسنتحدث اليوم في هذا الفصل، الفصل السادس، عن أنظمة الدفع الإلكترونية أو عن الدفع الإلكتروني، وهو موضوع مهم جدا صراحة. ولأن الفصل طويل نوعا ما كالعادة، سنقسم المحاضرة إلى جزئين اثنين إن شاء الله. إذا سوف نتحدث في هذا الفصل عن الدفع الإلكتروني الـ e-payment systems أو أنظمة الدفع الإلكتروني المستخدمة في التجارة الإلكترونية خصوصا. طبعا إحنا حكينا إنه المشتري في العالم التقليدي في الوضع الطبيعي ممكن يستخدم أكثر من طريقة للدفع، ممكن يستخدم بطاقة الدفع الفيزا كارد أو ما شابه ذلك، ممكن يستخدم الكاش، ممكن يستخدم شيكات، يعني في المجمل عنده خيارات أكثر وأسهل، تمام؟ لكن بشكل عام كل طريقة لها خصوصيات، كل طريقة لها إيجابيات وسلبيات. هالكلام بعيد عن الحديث عن الدفع الإلكتروني، لكن المشتريات الإلكترونية خصوصا لما نتحدث عن مشتريات زي ما بيحكوا pure اي كوميرس، يعني تجارة إلكترونية بحتة مش فيها أي شيء مادي ملموس. كيف سيتم الدفع؟ أنت اشتريت كتاب إلكتروني أو اشتريت خدمة إلكترونية أو اشتريت تصميم منتج، مجرد شيء إلكتروني غير ملموس اشتريته، حابب تشتريه وتدفع ثمنه مباشرة وتحمله مباشرة، تمام؟ اشتراك نت، اشتراك في خدمة تأمين، تصميم منتج، استشارة فنية، استشارة طبية، استشارة وهكذا، بدك تدفع ثمنها مباشرة من خلال الإنترنت. ما هي طرق الدفع المستخدمة في هذه الحالة؟ تمام؟ ما هي الطرق المتاحة؟ ما بقدرش أدفع كاش، ما بقدرش أدفع شيك إذا بدي أحمل فورا. وما هي أفضل الطرق للدفع في هذه الحالة؟ هذا السؤال. عشان هيك احنا بنحكي عن موضوع الدفع الإلكتروني. طبعا موضوع الدفع الإلكتروني موضوع طويل ومعقد وشائك، وبصراحة يعني هو بشكل عقبة أو من أهم العقبات اللي بتواجه الناس في التجارة الإلكترونية، موضوع الدفع الإلكتروني، تمام؟ لأنه استخدام طريقة الدفع مش موضوع سهل، تمام؟ لما نيجي ندفع سواء كان في التقليدي أو في الإلكتروني في عدة معايير، يعني هل أستخدم الكاش ولا الشيك ولا الفيزا كارد او كذا كذا، مين احسن؟ في معايير، يعني بناء على هذه المعايير بحدد طريقه الدفع وبستخدم طريقه محدده. لما اتحدث عن الانترنت برضه في معايير، تمام؟ فهل يمكن استخدام طرق الدفع التقليديه نفسها عبر الانترنت؟ يعني مثل موضوع الكاش، موضوع الفيزا، موضوع الشيك. طبعا هالكلام مش صحيح، لانه احيانا ما بقدرش استخدمها كلها، انه في عده عوامل بتحدد هل يمكن استخدمها ولا لا، وفي معايير يجب مراعاتها. يعني عوامل زي كيف؟ حجم التبادل، التبادل مثلا كبير ممكن استخدم شيك، لكن كان تبادل مثلا بسيط جدا بشيكل نص شيكل ما ينفعش استخدم شيك، او بزبطش مش مناسب طبيعة الزبون، هل هو شركة او شخص؟ يمكن شخص عادي ما يقبلش الشيك او ما يقبلش بالطريقة العادية. المسافة بعيد ولا قريب؟ اذا كان زبون جنب التاجر جنبي او المشتري جنبي، سهل اتعامل معه بالامور التقليدية حتى لو كان التعامل الالكتروني، تمام؟ سرعة التسليم، إذا كنت أحب أحمل الملف فورا ما ينفعش أبعت شيك للشركة واستنى أسبوع لما يصل الشيك وتحصل الشيك، تمام؟ ما ينفعش أبعت مظروف في فلوس وأنا مشتري على الإنترنت عشان شغلة بدي أحملها في ثواني. فكل الأمور يعني هذه العوامل بتحدد هل يمكن استخدام الطريقة ألف أو باء من عدمه، تمام؟ في معايير قلنا برضو يعني مستمدة أو مشتقة من العوامل السابقة اللي هي السرعة، الملائمة، التكلفة، الأمان، الثقة. يعني في وسائل سريعة جدا لكن مش فيها ثقة، فيش أمان، في عوامل سريعة لكن تكلفتها عالية جدا. يعني الويسترن يونيون مثلا، طريقة للدفع، يعني ممكن أنا أشتري قطعة من الصين بخمسة دولار وراح أدفع عليها ويسترن يونيون خمسة دولار زائد عمولة 20 دولار، مزبطش. فالملائمة والتكلفة والسرعة والأمان والثقة، كل هذه معايير يجب مراعاتها عند اختيار طريقة الدفع عن طريق الإنترنت، تمام؟ لذلك احنا الموضوع يعني بيستحق الدراسة، موضوع مش بسيط. عشان هيك احنا حابين نتعرف بشكل دقيق او بشكل مفصل على أنظمة الدفع الإلكتروني وأنواعها وإيجابياتها وسلبياتها والمحاذير اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نتعامل معها. طبعا لو جينا نعرف ايش يعني أنظمة الدفع الإلكتروني، الـ e-payment systems، e-payment system يعني نظام الدفع الإلكتروني، هي عبارة عن طريقة لإجراء التبادلات أو الدفع بطريقة إلكترونية دون استخدام الكاش، النقد، او الشيكات او الورق، تمام؟ قلنا يعني تعريف بسيط انه هي الوسائل او هي الطرق المستخدمه للدفع من خلال الانظمه الالكترونيه او من خلال الانترنت والجوال وما شابه ذلك، بدون استخدام الكاش او الشيكات او الورق، يعني اي شيء في ورقي بدناش نستخدمه. عشان هيك بسموها انظمه الدفع الالكترونيه.
طبعا اليوم اصبح ضروري جدا قلنا لاكثر من شغله لتسهيل التعامل بين افراد الشركات وبين افراد نفسهم على الانترنت، ممكن نفسهم اشخاص يبيعوا لبعض، لتسهيل التعامل بين الشركات نفسها بدل الشركات الورقيه. ممكن طبعا هالكلام نحكيه احنا بشكل مختصر كان بنحكي على المزايا تمام او الاهميه، لكن هنحكي بالتفصيل لاحقا ان شاء الله. عشان نوثق المعاملات اللي بتتم ونتعامل مع طرق الخداع على الانترنت تمام، لما احنا ندفع بطريقه الكترونيه بنوثق، بيكون في تراكنج سيستم، بيصير توثيق او متابعه للدفع، بنعرف مين دفع لمين ومين اشترى من مين. طبعا هالكلام بيسمح لنا وان كان في له بعض المسائل السلبيه بيسمح لنا نتبع العمليات وبالتالي نمنع الخداع، نمنع الغش، نمنع الاختراق على الانترنت، بنعرف مين دفع لمين ومتى دفع وايش دفع، كل شيء موثق تمام. وفي حال انه مثلا المستهلك او المشتري وجد انه في مشكله في السلعه بده يرجعها او بده يعوض يتعوض، في امكانيه لانه هالكلام كله بيتم من خلال امور الكترونيه ممكن التعامل معها وتعديلها بسهوله نوعا ما تمام. هذا بشكل عام. فلو حكينا بالتفصيل عن مزايا انظمه الدفع الالكترونيه، هلاقينا في مزايا كثيره بصراحه بالنسبه للبائعين، بالنسبه للمشترين، بالنسبه للمجتمع نفسه، بالنسبه لاجهزه الرقابه الحكوميه، يعني في عده مزايا لاكثر من جهه. طبعا احنا اي نظام، اي نشاط، اي تعامل فيه له اكثر من لاعب او اكثر من متعامل، ومش الكل له مصلحه في هذا النظام، لكن بشكل عام انظمه الدفع الالكترونيه فيها العديد من المزايا للجميع وان كان في بعض السلبيات تمام. البائعين مستفيدين، والمشترين مستفيدين، المجتمع ككل مستفيد بغض النظر عن البيع والشراء، واجهزه الرقابه الحكوميه برضه بتحقق العديد من المزايا من انظمه الدفع الالكترونيه. خلينا نشوف واحد واحد. بالنسبه للبائعين، ايش البائع بيستفيد من نظام الدفع الالكتروني؟ اول شيء السرعه في تلقي الاموال وتسليم المنتجات، يعني انا لما اكون عندي قدره اني اخذ الفلوس او احصل فلوسي بسرعه فانا يعني برتاح، بدل ما اقول اطالب الزبون واستنى واعمل قائمه تسليم والفواتير تستنى، لا فورا باخذ المبلغ وببدا برسل البضاعه او بسلمها فورا اذا كان التسليم الكتروني تمام. فهذا الكلام بيلعب دور كبير جدا في تسهيل وزياده سلاسه التجاره الالكترونيه، السهوله والقضاء على المشاكل الفنيه اللي لها علاقه بالسيوله، الفكه، تلف العملات، العمله مزيفه، العمله ذايبه، العمله فيش فكه، مش عارفين نفك، هذه المشاكل كلها نتخلص منها بفضل الانظمه الالكترونيه، لانه الانظمه الالكترونيه تحط فيها الكسور اللي بدك اياها، شيكل، سنتيم، فلس، اجوره، فيش مشاكل، فيش مزيف، فيش حديد، فيش تخزين في العمله، كله تمام الامور من ناحيه فنيه سلسه جدا. في امان في التعاملات، طبعا هنحطها بين قوسين لانه كلمه الامان عليها خلاف، لكن بشكل عام اذا كان المنظومه سليمه وفي مرجعيات صح، في امان في التعاملات، فلوسك بتيجي بترتصد، بنعرف مين دفع مين ما دفعش، قديش ضايل عليك، فيش خلاف، فيش سرقه، فيش اي مشاكل، فيش حبايس يسرق الفلوس من الجرار، ولا الفلوس ضاعت، ولا الفلوس ذابت، ولا الفلوس انحرقت، ولا الفلوس نسينا مين دفع ونسينا مين ما دفعش تمام. في نقطة مهمة جدا بالنسبة للبيع الالكتروني، هي القدرة على الارجاع والغاء المعاملة عند الحاجة، يعني زبون اشترى منك شغلة بعد فترة تبين انه معكاش السلعة بعد ما دفع، او انه مثلا تبين انه في خطأ في الحساب، بدك تعمل له مثلا خصم تجاري بأثر رجعي او 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 بده يرجع، او بدك تعمل له تسهيل او او كذا تمام. فعندك قدرة في النظام الالكتروني بسهولة انك ترجع له مبلغ او تلغي المعاملة، لكن في الورقي مشكلة، او في الشيك مشكلة، ترجع الشيك وترجع البنك وعمولة خصم وعمولة مش عارف ايش، هذا كلام بكلف ومعقد ومتابعة من ناحية إدارية برضه صعبة، لكن في الالكتروني اسهل بكثير. نقطة مهمة جدا جدا في الموضوع فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية اللي هي تجاوز القيود والحدود المختلفة خصوصا الجغرافية. الحدود الجغرافية والحدود حتى من ناحية اللغة، من ناحية العملة المستخدمة، يعني انت عندك نظام الكتروني بيحسب سعر الصرف لوحده، ممكن تدفع لاي مكان في العالم، في الصين، في الهند، في لحظات، في ثواني، فيش عندك مشكله انه انا بشتري من دوله اجنبيه او من بائع اجنبي او ببيع لمشتري اجنبي، هالكلام كله خلص بفضل انظمه الدفع الالكتروني. طبعا هالكلام كله للتاجر. طبعا التوفير في تكلفه الدفع والتحويل، لانه قلنا فيش تفاصيل، فيش تكلفة ان انا بدي احول عملات، لانه في تسعير رسمية او تعرفة رسمية، فيش وسطاء، كل مرة ياخذوا حول دولار لدينار، دينار لدولار، البنك بدي احول لي، بدي احول شيك، لا فيش منه، مباشرة بتم الدفع. طبعا الكلام كله نسبي لانه في تكلفة بس بسيطة، يعني بسيطة اقل بكثير من انه انا اروح احول من مكان لمكان ومن عملة لعملة تمام. التكامل مع الكتالوجات الالكترونية، وهذه نقطة مهمة جدا، الكتالوج نفسه اصلا الميزة فيه انه فيه تكامل، وهنا بنحكي عن طريقة الدفع نفسها بتتكامل مع الكتالوج الالكتروني. طريقة الدفع التقليدية صعب تتكامل لانه مفصولة، لكن الالكتروني انت ممكن تدمج في الكتالوج نفسه عند كل منتج تحت
وعند كل عملية دفع عند الإرسال الإلكتروني تدمج زر مثلا للدفع من طرق من خلال اي باي باي بال او من خلال مثلا فيزا كارد، فانت بتعمل انتجريشن، بتحط الوظيفة بتاعت الدفع داخل المنظومة، داخل منظومة الشراء وداخل الكتالوج، تمام؟ فبتدفع وبتحول وبترصد وبتحسب كله بشكل الكتروني، ففي تكامل سلس جدا بالنسبه للبائع، بيرتاح، بفصلش بين البيع وبين الدفع، فبحطها مع بعضها في نفس الصفحه او في نفس الوظيفه او في نفس الزر. المرونه والقدره على التكيف مع نماذج الاعمال الجديده، طبعا الميزه انه انت عندك نظام جديد او نموذج اعمال جديد، طريقه جديده في البيع، طريقه جديده في التعامل مع الزبون، سواء غيرت الطريقه بدل ما يكون مثلا بيع بالقطعه حولت مثلا بيع جمله بدل الجمله، عملت مثلا اشتراك شهري او استئجار. كل هذه الامور تتطلب طريقه دفع خاصه فيها، لان لما يكون عندك طريقه دفع الكترونيه هالكلام بسهل عليك تعديل الطريقه وتكييفها مع النموذج الجديد، تمام؟ يعني مثلا النموذج تبعك بيحكي انه كل ما تحمل ملف بتدفع بنسبه او كل كذا، في الطريقه التقليديه صعب، كل ما الملف الزبون يحمل ملف بده يبعث لك شيك ولا كذا، لا، لكن هلا اوتوماتيك كل ما يحمل ملف بيحسب مثلا كسر عشري او مثلا جزء من الدولار، بتسجل الحاله اوتوماتيك، كل نقره بتتسجل. طريقه الاعمال الجديده او نماذج الاعمال الجديده معقده نوعا ما ومتشابكه، تشرك اكثر من واحد، تشرك شركه مع زبون، مع شركه اعلان، مع شركه دعايه، مع شركه، مع خبير، مع حكومه، في تعقيد في النماذج. فاذا كان في عندك انظمه دفع متقدمه ومتطوره الكترونيه تسمح لك تطبق هذا النموذج، والا حيكون صعب جدا تتعامل مع النماذج الجديده. طبعا في نقطه اخرى واخيره اللي هي طبعا اخيره على بين قوسين، لانه ممكن تكتشفوا شغلات ثانيه كمان كمزايا لأنظمة الدفع الإلكترونية، اللي هي تحسين قدرة البائع على الاحتفاظ بالزبون. لأنه أنا لما الزبون يدفع عندي بشكل إلكتروني معناته أنا بحتفظ ببياناته، بحتفظ بحسابه البنكي، بحتفظ بطريقته في الدفع، طبعا هالكلام كله بيساعدني إن أنا أحتفظ فيه وأبني علاقة بينه وبينه مستمرة أكثر من إنه يدفع يعني كاش ويروح أو يدفع شيك وينسى الموضوع، تمام؟ فلما أعمل له محفظة إلكترونية وحساب إلكتروني بيكون هو عميل أو زبون دائم عندي، فبيظل بينه وبينه علاقة طويلة ومستمرة. بالنسبة للمشترين برضو أو أيضا هناك العديد من المزايا، طبعا جزء منها بتقاطع مع البائعين لكن في جزء منها بيختلف. الميزة الأولى هي اليسر والسهولة، الكونفينينس زي ما بيحكوا بالإنجليزي، إن أنا بسهولة بقدر أدفع، تمام؟ يعني دائما الفلوس موجودة بين قوسين، في ائتمان ممكن أشتري يعني أدفع اليوم وأحاسب البنك تبعي بعد فترة، خاصة عندي بطاقة مثلا بطاقة دفع خاصة بتسمح لي اللي ديبت كارت مثلا، ديبت كارت ماشي. موضوع الفكة بدل ما ظل كل مرة ادفع فكة، كله بحسب الكسور لحاله بشكل اوتوماتيكي، تمام؟ كل هذه الامور بتسهل، بدل ما احمل في جيبتي انا فلوس وراح اشتري، فلا انا عندي بطاقة او حساب بدفع منه بشكل سلس وبعدين بتحاسب اخر الشهر كلش عندي مرصود، تمام؟ السرعة في الدفع في سلم المنتجات، بدل ما انا استنى البائع يستنى الشيك مني او الدفعة النقدية كاش، لا انا فورا بدفع له بالوسيط الالكتروني او بالطريقه الالكترونيه وفورا بستلم المنتج تبعي. اذا انا اشتريت انتي فايروس، اشتريت مثلا فيلم، اشتريت موسيقى، اشتريت استشاره، اشتريت اشتراك، ما في داعي استنى يومين ثلاثه اربعه لما ادفع له، انا فورا بشتري لانه بدفع بطريقه الكترونيه سلسه. موضوع الامان برضه حطيتها بين مزدوجين لانه موضوع الامان عليه خلاف، لكن بشكل عام اذا المنظومه سليمه ودقيقه، وطبعا اعتقد انه بشكل عام فيش مشاكل في هذا الموضوع، وخاصه في الشركات المحترمه زي فيزا كارد وبين قوسين طبعا محترمه، من ناحية انه يعني عندها قدرات فنية عالية للتأمين والضمانات ففيش مشكلة في الدفع الالكتروني، تمام؟ يعني في ضمانات بتسمح لك انه انت تتحقق انه فيش سرقة، فيش اختراق، وانه لو راحت الفلوس يرجعوا لك اياها. هذا كله بالنسبة للمشتري نفسه. في نقطة مهمة حكيناها قبل شوية بتنطبق على البائع بتنطبق على المشتري، اللي هي قدرة على استرجاع المال والغاء المعامل عند الحاجة. انت اشتريت شغلة بعد فترة تبين انه مش موجودة في المخزون عند البائع، او انت تراجعت غيرت رأيك، او في لقيت انه في خلل في السعر، خلاف في السعر او خلل، ممكن تسترجع فلوسك وتلغي المعامله بسهوله، لان انت ما دفعتش شيء ملموس تروح تجيبه، انت عملت معامله تسجلت اتقيدت الكترونيا، ممكن تلغيها او تعكسها او تغيرها طبعا بالاتفاق مع البائع. هالكلام بيكون اكثر سلاسه في الدفع الالكتروني من الدفع التقليدي. وايضا موضوع القيود الجغرافيه حكيناها قبل شوي، انت ممكن تدفع لواحد في الصين او في امريكا وانت قاعد في فلسطين او في غزه بدون اي صعوبات وبدون اي مشاكل. نفس الشيء بالنسبة للتوفير في تكلفة الدفع والتحويل، لأنه أحياناً أنت مضطر تدفع فرق مرتفع أو تكلفة عالية بسبب التحويل أو استخدام الوسطاء في الدفع لمنتج أو بائع خارج البلد أو في منطقة بعيدة أو يعني خارج المنطقة الجغرافية تبعتك. هذه المزايا بالنسبة للمشتري، وقلنا في جزء كبير منها بتقاطع مع المزايا بالنسبة للبائع. بالنسبة للمجتمع بشكل عام، طبعاً يعني واضح إنه إحنا
لما نضمن مزايا للبائع ومزايا للمشتري معناته احنا ضمننا مزايا للمجتمع، تمام؟ لكن ممكن يعني نصيغها بطريقه مختلفه. اول شيء السهوله، الكونفينينس، تمام، اللي هي قلنا مشكله السيوله، مشكله الامور الفنيه اللي علاقه بالنقود، كيف تصرف، كيف تخزن النقود، كيف تحملها معك، مش عارف ايش، كل هذه الامور بتصعب العمليه الشرائيه، تمام. فلما يكون في النقود متاحه بشكل سهل طبعا بتشجع الناس انها تشتري، بتشجع السوق او بتخلي السوق اكثر سلاسه واكثر فعاليه واكثر كفاءه. احنا قلنا السوق هو الاليه الرئيسيه في التعاملات الاقتصاديه، سواء كان بيع او شراء، وهي اللي بتشجع الانتاج وتوزيع الموارد وتخصيصها بشكل سليم. فاذا كان في سهوله في الدفع معناته في عندنا سيوله عاليه، في عندنا سلاسه في العمليات، وهالكلام بيؤدي الى كفاءه السوق او زياده كفاءه السوق وزيادة فعالية المنظومة الاقتصادية بشكل عام، سواء كانت مالية أو نقدية. هالكلام كله بيفيد المجتمع، طبعا بيفيد المجتمع بين مزدوجين، لأنه ممكن يكون العكس في بعض الحالات إذا كان في سهولة أكثر من اللازم. هالكلام كله يعني أكيد مر عليكم، موضوع عرض النقد وزيادة الإنفاق والتضخم وما شابه ذلك. لكن بشكل عام إحنا معنيين إنه يكون في عندنا سيولة نقدية، لأن السيولة النقدية طبعا إذا كانت مبنية على أسس سليمة من ناحية اقتصادية بتشجع الاستهلاك والانتاج والتبادل، وبالتالي بيزيد الكفاءة الاقتصادية وبيزيد النمو الاقتصادي وتحسن كثير في الوضع الاقتصادي. الأمان طبعا حكينا عنه قبل شوي، الأمان لأنه في متابعة، في رقابة، ففي نوع من الأمان. تعزيز الثقة في المنظومة النقدية والمالية، لأنه الأمور شفافة وفي تتابع وفي تتبع في تراكينج للمنظومة للمعاملات، وفيش أي شيء بيضيع، فبالتالي بيصير في عندنا أمان أو ثقة في المنظومة المالية والنقدية في البلد، وبالتالي بيخدم المجتمع والاقتصاد بشكل عام. رفع كفاءة الأسواق زي ما قلنا قبل شوية، كفاءة الأسواق بتزيد لما يكون في عنا أمان، لما يكون في عنا سيولة، لما يكون في عنا سهولة في التعامل مع النقود والحصول عليها. أحيانا في دول اقتصادها بيكون جيد جدا لكن بتكون في عجز في السيولة، طبعا هذه مفارقة لكن موجودة. العجز في السيولة أحيانا لأسباب محددة ممكن يؤدي لأنه الاقتصاد زي كأنه مصدي، فيش حركة، كأنه تروس مصدي فيش بينه حركة، معناه موجودة تروس، تمام. فكفاءة الأسواق بتزيد لما يكون في سيولة في البلد، والسيولة بتم التعامل معها بشكل سلس وفعال وحقيقي وسليم. طبعا هالكلام كله بيؤدي لتحسين قدرة الاقتصاد الانتاجي زي ما قلنا قبل شوية، ونفس الشيء بيزيد القدرة على التعامل مع نماذج الأعمال الجديدة، بيزيد القدرة على الابتكار، بيزيد القدرة على وبيشجع التجار والمنتجين على استخدام نماذج أعمال جديدة، لأنه الطرق الدفع بتسهل لهم استخدام هذه النماذج بخلاف الطرق التقليدية زي ما حكينا قبل شوي. ممكن يكون نموذج الأعمال معقد بيحتاج لإشراف أكثر من جهة، فبالتالي طريقة الدفع بتكون عامل حاسم في نجاح أو فشل هذا النموذج، لأنه إذا كان أنت بدك تشترك أكثر من جهة وطريقة الفوترة والحساب صعبة ومعقدة، صعب جدا تدفع بالطريقة التقليدية. فالطرق الحديثة أو الطرق الإلكترونية في الدفع بتسهل العملية وتجعلها أكثر سلاسة. ممكن طبعا نتصور مزايا كثير أخرى في العلاقة بالائتمان وبالتسهيل وبالتوزيع العادل للثروات وما شابه ذلك، تمام. بشكل عام أهم شيء، أهم نقطة في الموضوع سلاسة التبادل التجاري بتؤدي لرفع كفاءة الأسواق وبالتالي زيادة رفاهية المجتمع بشكل عام. هذا بالنسبة للمجتمع. بالنسبة للجهات الرقابية من ناحية رقابية بحتة، من ناحية رقابة وتحكم، طبعا ممكن يكون فيها جانب سلبي لكن خلينا نركز على الجانب الإيجابي. هام انه انظمه الدفع الالكتروني بتسهل للحكومات والانظمه الرقابيه، سواء كان بنك مركزي، سواء كان وزاره ماليه، سواء كان جهات جمعيات حقوق المستهلك، ايا كانت، سواء يعني في صالح المستهلك او مش في صالح المستهلك، بتصير عندها عمليه المتابعه اسهل لانه كل المعاملات مكتوبه ومسجله في السجلات، بخلاف التعامل التقليدي. يعني انت ممكن تدفع كاش قد ما بدك ما حدش يعرف ايش دفعت ولا ايش اشتريت، لكن لما تدفع من خلال الانترنت او من خلال فيزا كارد او من خلال اي نظام الكتروني كله مسجل، كله محسوب بشكل سليم، وبالتالي في عندك سهولة في المراقبة والتتبع. وهذا الكلام بيؤدي من الناحية الإيجابية لسهولة إدارة التعاملات، بتعرف قديش في تعاملات صار عندك في البلد، بتعرف وين بتروح السيولة، بتعرف إيش أوجه الاستهلاك الحقيقي للمستهلك، بتعرف وين العقبات، وين عنق الزجاجة، وين في مشاكل في الاقتصاد، تمام. فبالتالي بتتحكم في العرض النقدي بشكل أكثر سلاسة وأكثر فعالية، بصير عندك فعالية أكثر في التحكم في العرض النقدي. لما يكون الناس كلهم بيشتروا مخزنين تحت البلاطه وبيشتروا ورقي، بتعرفش انت وين الفلوس بتروح وين بتيجي من وين بتيجي. لكن لما تكون كلها مسجله بيكون عندك رؤيه اشمل ودق للاقتصاد، وبتعرف تتحكم في العرض النقدي بما يخدم طبعا مصلحه الاقتصاد ومصلحه المواطنين. وهالكلام كله ايضا بيؤدي لتعزيز الثقه في المنظومه الماليه والنقديه بشكل عام. طبعا زي ما قلنا، بما انه انت بتعرف وين الفلوس بتروح وين بتيجي، فمعظم التعاملات بتتم من خلال منظومه او قنوات واضحه، فبالتالي بتقلل
حجم السوق السوداء، انت تعرف السوق السوداء اللي هي المعاملات اللي بتصير بعيدا عن وجه عن نظر الحكومه او بعيدا عن السوق الرسميه، في القنوات الرسميه ما بتبينش، كلها بتتم بالفلوس الكاش والكلام، يعني سواء كانت مخدرات او ممنوعات او كانت سلع حقيقيه لكن تباع في السوق السوداء لاكثر من سبب، يمكن اخذتوها العلاقه بالسوق السعري والارضيه السعريه وما شابه ذلك. فلما تكون عندك انت او مثلا خوف من الضريبه او ما شابه، في اكثر من طريقه او اكثر من سبب بخلي الناس تتعامل في السوق السوداء، لكن لما يكون في ايدك تعامل الكترونيه صعب تتعامل في السوق السوداء بتعامل الكتروني، وان كان في طرق للتحايل لكن بشكل عام التعاملات الالكترونيه كلها قابله للرقابه بشكل عام، وبالتالي بتقل السوق السوداء بالنسبه للجهات الرقابيه، هذا شيء ايجابي جدا. تمام. طب حكينا عن الايجابيات بس ممكن نحكي عن السلبيات برضو. تمام، في سلبيات بشكل عام للجميع، وممكن نحدد يعني ممكن تكون بتعني الناس اكثر من الناس، يعني مثلا ارتفاع عمولة الدفع. طبعا هذا ممكن تكون على حساب المشتري، ممكن تكون على حساب البائع، فهي سلبيه للكل وسلبيه للاقتصاد بشكل عام، لكن اكثر شيء او غالبا بيدفعها البائع عمولة الدفع، غالبا في معظم الانظمه بتدفعها للبائع، عمولة الدفع عاليه بتكون احيانا، خاصه لما نحكي عن باي بال او نحكي مثلا عن الفيزا كارد، احيانا بتكون عاليه العموله، بتكون اعلى من الطبيعي، يعني انا بدفع كاش 100 دولار بشتري شغله طابعه 100 دولار، بس 100 دولار بروح ما بدفعش عموله، لكن لما ادفع لواحد في الصين بدي ادفع عموله على المعامله نفسها. طبعا انا اخذت ميزه، حصلت على ميزه اني دفعت عن بعد وبسرعه، لكن في المقابل في سلبيه انه انا دفعت عموله على الدفع، العموله هذه بدفعها مين؟ اللي هو البائع غالبا، وان كان في بعض الشركات يعني وخاصه على اذا بتروح على علي بابا وكذا بقول لك عمولة التحويل أو عمولة الدفع تدفع أو من قبل المشتري، يكون مشرط عليك سلفا أن أنت تدفع. طيب هذه نقطة سلبية بالنسبة للكل، المشتري والبائع. في نقطة بصراحة هي أكثر على المشتري، اللي هي الإغواء تمتيشن. التمتيشن هي أن المشتري لما يكون معه فيزا كارد أو حساب مفتوح إلكتروني أو حساب على إذا نقوله كريدت، يعني هو ائتماني، فبنسى حاله بين قوسين، فبصير يشتري لأنه عملية سلسة، إحنا قلنا السلاسة مطلوبة والسهولة مطلوبة convenience. تمام، لكن احيانا هذا السهوله بتسبب مشاكل للمشتري، بتخليه يشتري اكثر من طاقته الحقيقيه او قدرته على الشراء، القدره الشرائيه، لانه دخله محدود لكن القدره على الدفع اكبر، فبالتالي بصير عنده اغراء، بصير يشتري وهو قاعد على الانترنت بيشتري وبدفع، في اخر الشهر بلاقي حاله مديون باكثر من طاقته، وهذا مشكله كبيره تعتبر من سلبيات انظمه الدفع الالكترونيه بالنسبه للمشترين. برضه في نقطة سيئة للمشترين وسيئة للبائعين، اللي هي انه كل شيء مراقب، كل شيء مكتوب، كل شيء موثق. هذا الكلام صح فيه ايجابيات بس له سلبيات، انه انت تشعر نفسك مراقب دائما من قبل الحكومة، من قبل الجهات العليا. طبعا ممكن احيانا نقول لا، ما هو الاصل التاجر والبائع يعني يكون سليم ولا شخاف، بس واحيانا يعني ممكن يكون فيها سلبية لأن الحكومة مش صح انها تعرف كل شيء، لانه في حكومة ديكتاتورية بتحاول تراقب الناس مش بس عشان تمنع الجريمة، لا، عشان تمنع الناس يعبروا عن رأيهم، تمنع الناس يتصرفوا في أموالهم، تمنع الناس وهكذا، فبالتالي فيصير قمع الحريات وما شابه ذلك. تمام، فهذه سلبية نوعا ما، فيش خصوصية في المشتريات، كل شيء معروف، ممكن تستخدم ضدك أي عملية قمت فيها، اشتريت مثلا كتاب من برا تنحبس عليه لأنه الحكومة ما تسمحش لك تقرأ كتب من برا. تمام، من السلبيات أيضا بتخص الجميع سواء بائع أو مشتري أو مجتمع، اللي هي خطر الاختراق دائما وارد، يعني أنت لما تدفع كاش الخطر اقل، يعني صح انه في خطر انه تنسرق الفلوس او تضيع الفلوس، لكن في الالكتروني في خطر الاختراق يعني موجود بكثره، وكثير بنسمع انه في تم اختراق ملايين، تم اختراق مليارات، تم سرقه بيانات المستهلكين، حنشوف ان شاء الله لاحقا كيف بيتم يعني التعدي على البيانات وسرقتها، مما يشكل خطر على المشتري او على البائع او على كليهما. من سلبيات الدفع انظمه الدفع الالكتروني ايضا ان احيانا تحتاج لمعرفه خاصه وقدرات خاصه في استخدامها، مش كل الناس تقدر تستخدم انظمه الدفع الالكتروني، خصوصا بنحكي عن المشترين نفسهم، يعني في مشترين ما بيعرفوش يستخدموا الفيزا كارد او يستخدموا الباي بال لحتى الان، احيانا في ناس متعلمين ومعهم شهادات لكن بتضايقوا كثير من استخدام الفيزا او استخدام اللي هو الباي بال او انظمه الدفع المعقده اللي كل يوم تظهر من خلال الجوال، ابل باي، امازون باي، جوجل باي وما شابه ذلك. تمام، لانها بدها الواحد يكون عارف ويكون شاطر في الارقام وفي الحسابات او في استخدام الانترنت، ويحسب يحذف ملف ويحفظ ملف، وهالكلام مش كل الناس بيعرفوه، فبالتالي في عنده بسبب مشكله. من السلبيات يعني من السلبيات ايضا اللي ممكن نشعر فيها انه الدفع الالكتروني بيحول كل شيء لآلي مؤتمت، يعني بتساهم في اتمته كل التعاملات، وشوي شوي بتبعدنا عن الجانب الانساني. يعني دائما الجانب الانساني سبحان الله فيه شيء ايجابي، انك لما تروح تدفع
تعطي البائع الفلوس ويعطيك الفكة ويرد عليك وتسلم عليه ويسلم عليك، في جانب إنساني في الموضوع، في التعامل في جانب إنساني مش بس بيع وشراء. لكن لما يكون كله مأتمت يعني بتحس إنك صرت آلة، زيك زي الآلة، بتدفع إلكتروني وتحمل إلكتروني، لا بتشوف حدا ولا حد بتشوفك. هاي تعتبر من سلبيات أنظمة الدفع الإلكتروني. طبعا ممكن نتحدث عن سلبيات أخرى ممكن نتعرف عليها بشكل غير مباشر وإحنا بنشرح الباقي، تمام؟ طيب لو حكينا اليوم عن واقع أنظمة الدفع الإلكترونية، طبعا هذه زي ملخص لبعض الدراسات اللي تم إجراءها من قبل المختصين. في عنا بعض الملاحظات. أول شيء، مع استخدام الإنترنت بكثافة في التجارة وفي الصيرفة بشكل عام، زاد دور أنظمة الدفع الإلكتروني سواء كان معاملات الأشخاص يعني البزنس تو كونسيومر أو للشركات بزنس تو بزنس. هذا بشكل عام ملاحظة عامة، إنه مع زيادة استخدام الإنترنت في التجارة وفي الصيرفة وفي التعاملات الإلكترونية بشكل عام، زادت أنظمة الدفع الإلكتروني أهمية، تمام؟ أيا كانت نوع المعاملات. تعتبر أنظمة الدفع الإلكتروني امتدادا لأنظمة تبادل البيانات الإلكترونية. في نظام قديم كان اسمه Electronic Data Interchange، تمام؟ فكان موجود من زمان قديم، لكن الأنظمة الجديدة تعتبر امتداد لها، يعني تطوير لها، مش إشي جديد، لأن فكرة الدفع خاصة بين الشركات كانت موجودة من زمان بشكل إلكتروني، لكن هي تعتبر امتداد لها. إحنا الآن نتحدث عن العديد من أنظمة وأدوات الدفع الإلكتروني، مش بس عن نظام أو نظامين. صار في انتشار، زي ما نقول صار في تكاثر proliferation لموضوع أدوات الدفع، صار عددها لا يحصى ولا يعد، تمام؟ في عنا كثير من الطرق التقليدية، بين قوسين تقليدية، اللي هي الدفع زي بطاقات الائتمان، بطاقات السحب والخصم، حسابات الجارية، حسابات القيمة المخزنة، حاولت شوي شوي تتأقلم مع الإنترنت. يعني كانت موجودة قبل الإنترنت، صح كانت إلكترونية بس ما كانت لها علاقة بالإنترنت مباشرة. قبل الإنترنت كان في وسائل دفع إلكترونية، لكن شوي شوي بدأت هذه الأنظمة تتأقلم نوعا ما مع بيئة الإنترنت، وأصبحت تستخدم بكثافة وفعالية في بيئة الإنترنت الجديدة. لكن واجهت بعض القيود الهامة اللي أجبرتها على إنها تطور، تمام، البدائل المختلفة لحل هذه المشاكل. نقطة أخرى في واقع أو تطور أنظمة وسائل الدفع الإلكترونية، إنه مع ظهور أنظمة أو أنواع جديدة من العلاقات الشرائية، زي مثلاً consumer to consumer، مستهلك للمستهلك، مع تطور تكنولوجيات جديدة زي الموبايل بلاتفورم، منصات المحمول زي أندرويد وجوجل بلاي وما شابه ذلك، والشراء والبيع من خلال الجوال، فظهرت حاجات جديدة من وسائل الدفع الإلكترونية، وظهرت فرص جديدة لتطوير أنظمة دفع جديدة، تمام؟ عشان هيك احنا بنحكي إنه في عنا عدة توجهات جديدة بدنا نلاحظها في هذا المجال. يعني أول توجه إنه لا زال الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو الخصم مباشر هو الشكل السائد للدفع عبر الإنترنت. الشكل السائد الرئيسي للدفع عبر الإنترنت هو الدفع من خلال بطاقات الائتمان، كريدت كارد، الفيزا والفيزا كارد والماستر كارد وما شابه ذلك، تمام؟ لاحظنا أيضا ارتفاع حجم الدفع بواسطة المحمول موبايل بايمنت، خاصة في المبيعات التجزئة. لقينا انه المحمول اصبح يستخدم بشكل كبير جدا في مبيعات التجزئه اللي شغلات صغيره، تمام. فيما يتعلق بباي بال، لاحظنا ايضا انه باي بال لا زالت من اكثر الطرق استخداما على الانترنت كطريق بديل عن بطاقه الفيزا والماستر كارد، تمام، كبديل عن بطاقات الائتمان التقليديه الفيزا كارد والفيزا والماستر كارد، تمام. أصبح عنا أو لاحظنا أنه باي بال، شركة باي بال أو طريقة باي بال إحنا نأخذها في الآخر إيش مقصود فيها، الدفع هي أكثر طرق الدفع البديلة شيوعاً على الإنترنت. طبعاً المعلومات حديثة، لكن ممكن تكون تغيرت في الفترة أو في اللحظة اللي بحكي معكم فيها، ممكن تكون تغيرت هذه البيانات أو هذه المعطيات بشكل كامل أو بشكل جزئي، تمام. لكن هذا التوجه للترند موجود لحتى الآن. بعض شركات مثل أبل وجوجل وسامسونج وباي بال وسعت نطاق تطبيقات الدفع عبر المحمول، تمام. يعني هذه الشركات كلها طورت برامج إلها أو تطبيقات عشان تقدر تدفع من خلال الجوال باستخدام تطبيقات هذه الشركات. عشان هيك حنلاقي إنه في حاجة اسمها أبل باي وسامسونج باي وباي وبال باي موبايل وما شابه ذلك. ملاحظة أخرى أو توجه رئيسي آخر، إنه البنوك الكبيرة التقليدية دخلت في حاجة اسمها سوق المحفظة المحمولة أو المحفظة النقالة موبايل والت، حنشوفها قدام شوي، وسوق الدفع بين الأقران P2P Payments Peer-to-Peer، تمام؟ يعني واحد لواحد. هذه كلها تفاصيل بدينا نلاحظها في الفترة الحديثة، تمام؟ حقق استخدام تطبيق الهاتف الذكي وقرء بطاقات الائتمان وخدمة معالجة بطاقات الائتمان مكاسب كبيرة للشركات. طبيعي أنه هذه الشغلات كلها بتجيب فلوس للشركات،
في أنظمة محمولة من نوع بير تو بير مثل شركة فينمو، تروح على الموقع تبعها تتفرج عليه، أصبحت يعني نجحت بشكل قوي في الفترة الأخيرة، أقلعت وصل لها يعني زبائن كثير وحققت نجاح لافت للنظر. ممكن تطلع على موقع الشركة وتشوفوا إيش بتقدم خدمات هذه الشركة. هذا أهم التوجهات بشكل عام. الآن خلينا نشوف إيش مكونات نظام الدفع الإلكتروني. طبعا نظام الدفع الإلكتروني النظام يعني عبارة عن عدة مكونات مختلفة بتعطي منتج متجانس، هيك احنا عارفين كلمة نظام، مجموعة مكونات مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض بشكل معين وتخرج مخرج واحد، مخرج متجانس. هاي النظام. فالنظام أو المنظومة الخاصة بالدفع الإلكتروني فيها مكونات رئيسية. طبعا كل نظام بيختلف عن نظام، يعني فيزا كارد بيختلف عن باي بال، باي بال بيختلف عن مثلا أبل باي، بشكل عام بيختلفوا عن بعض، لكن في بشكل عام مكونات رئيسية لازم تكون موجودة في كل هذه الأنظمة. من هذه المكونات الزبون. الزبون هو بيقوم بعملية الدفع مقابل الحصول على سلعة أو خدمة. التاجر على الإنترنت أو البائع أو المستفيد من الدفع، تمام، هو بيستلم النقود، بقدم خدمة أو سلعة بيستلم النقود. هذول مكونات رئيسية في النظام. في عندنا المصدر، طبعا هنا ممكن نضيف عليها وممكن نشيل منها الأنظمة المكونات، عشان هيك بس قلنا هذا بشكل عام بتكون موجودة في كل نظام. المصدر issuer هو جزء من النظام أو البنك أو المؤسسة غير البنكية اللي بتصدر بطاقات الدفع الإلكتروني عشان تستخدم في عملية الدفع. مصدر البطاقة أو مصدر المنظومة أو مصدر وسيلة الدفع. في عندنا مسهلو الدفع e-payment enablers اللي بيسهلوا العملية. قد تكون شغل جهات بتشتغل مع المصدر مع البنك نفسه، قد تكون جهات مختصة فنية أو غير فنية هي بتساعد في عملية إصدار الوسيلة البنكية أو طريقة الدفع، تمام. في عندنا المصدر نفسه بنك أو مؤسسة غير بنكية بتصدر بطاقة الدفع، وفي مسهلين بقوم بالتسهيل عملية أو بتعاملوا مع المصدر أو بكون جزء منه. وفي عندنا مؤسسات مقاصة، مقاصة الكلير هاوسينج أو الكلير هاوسز. مؤسسة مقاصة هي بتساوي يعني هي عبارة عادة بتكون حكومية، عادة بتكون حكومية أو شبه حكومية، هي اللي بتعمل مقاصة بين الجهات المختلفة لأنها بتتحكم في عملية الدفع أو في خطوات الدفع وبتشرف على العملية كلها، تمام، لأنه عشان نضمن أنه الفلوس اللي اندفعت من زبون إلى التاجر وتمر بخلال من خلال مصدر أو من خلال مسهل دفع أنها تتم بشكل سليم وشفاف بدون سرقة وكل حقوق الكل محفوظة، بدنا جهات تشرف على هذه العملية، عملية نقل الأموال والقيم من مكان لمكان. في جهات مقاصة عادة بتكون حكومية، تمام. الملاحظ انه احيانا ممكن جهة واحدة تقوم باكثر من دور او العكس، اكثر من جهة تقوم بدور واحد، يعني اكثر من جهة تكون هي تاجر واكثر من جهة تكون مصدر او اكثر من جهة تكون مسهل او اكثر من جهة تكون مقاصة. والارجح والاغلب انه ممكن جهة واحدة تقوم باكثر من جهة من اكثر من وظيفة، يعني مثلا نفس التاجر يكون عنده يكون مصدر ويكون مسهل دفع، تمام، او مؤسسة المقاصة نفسها تكون مسهل دفع وتكون مصدر في نفس الوقت، وارد جدا، تمام. هالكلام حسب الحالة، لكن في النهاية كل دور مختلف عن الدور الثاني، يعني دور الزبون إشي، دور التاجر إشي، دور المصدر إشي، دور المسهل دفع إشي، دور المقاصة إشي ثاني، لكن أحيانا مؤسسة واحدة بتقوم بأكثر من دور أو العكس، تمام. يعني على سبيل المثال هنا عندنا هاي مثلا بطاقة بنكية، كيف بيصير التعامل في البطاقة البنكية؟ الكريدت كارد اللي هو الفيزا أو الماستر كارد أو أي بطاقة شبيهة مصدرة من بنك محلي أو دولي، تمام. طبعا نستخدم فيزا وماستر كارد لأنهم هم النظامين تقريبا الوحيدين على مستوى العالم اللي بيصدروا بطاقات ائتمان عالمية، شركة فيزا وشركة ماستر كارد، تمام. هذا أكبر نظامين في العالم بيقوموا بتحويل الأموال أو باستخدام البطاقات. على سبيل المثال هي عندنا مثلا مستهلك عادي بيعمل عملية شراء، بقوم بعملية شراء، تمام. المستهلك بيشتري مثلا كتاب إلكتروني، الآن بده يمر من خلال خدمات أو شركات مسهلين أو خدمات تسهيل أعمال دفع إلكتروني بتقوم بتوفير الاتصال المؤمن من خلال الإنترنت أو من خلال السيرفرات تبعت البائع، تمام، عشان التعامل يطلع من المشتري للبائع بشكل سليم المعاملة، تمام. في نفس اللحظة المشتري البائع عفوا بده يتواصل مع المقاصة، البرنامج تبعه اللي أنا تعاملت معه ودفعت له بده يتواصل مع المقاصة عشان يقول لهم أنا مفترض أني استقبلت مثلا $100 من المستهلك اللي اشترى مني كتاب. المقاصة بده يتواصل مع البنك اللي هو الإشوار اللي هو المصدر للمعاملة، البنك تبع مين؟ المستهلك، تواصل معه
تقول له انا هل في حسابه فلوس ولا فيش فلوس، عشان بدي اخذ من فلوسك وانقلها لحساب البائع في بنكك او في بنك ثاني. لكن في النهايه افترض انه بنك نفس البنك، افترض انه بنك ثاني تمام، ممكن يكون نفس البنك، لكن المقاصه ايش تعمل؟ تتاكد انه طلب الدفع او عمليه الدفع اللي تمت ممكن تتنفذ ولا لا. فالمستهلك اشترى، مفترض انه دفع، التاجر ببلغ المقاصه انه انا اندفع لي مبلغ 100 دولار من فلان، فالمقاصه تتواصل مع البنك تبع الدافع او تبع المشتري، تتاكد انه المبلغ موجود وبتحوله لصالح حساب البائع تمام. هذا بنك البائع وهذا بنك المشتري وهذا المقاصه وهذا البائع وهذا المشتري، فكل معامله بتمر بخطوات هذه على الاقل. طبعا الموضوع مش بسيط بهالدرجه، لكن بشكل عام بمر بهذه الخطوات على الاقل، لانه يعني تصور ان الزبون دفع للبائع والبائع والزبون والبائع وافق وارسل المنتج. طب الزبون ايش ضمن ان الزبون بنك تبعه فيه فلوس كم تمام؟ ايش ضمن ان الزبون ما دفعش لي ولا واحد شخص اخر في نفس اللحظه نفس المبلغ ما ضلش عنده فلوس؟ فلازم يكون في مقاصه، المقاصه بتتاكد قبل ما توافق على المبيعات اللي هنا او على الدفعه، بتروح تتاكد من بنك المستهلك انه فعلا في فلوس، وانه فعلا المستهلك اعطى اذن للبنك تبعه يدفع لبنك تاجر. ففي عمليه معقده تمام، في معامله معقده للاوثنتيفيكيشن، التاكد من الشخصيه وكيف المعامله دفعت ما دفعتش وكم من دفع بالضبط والشروط الدفع تمام. طبعا لما تتم الموافقه انه تاكد المقاصه تاكدت انه المبلغ موجود وانه تم تحويله، لتعطي فيدباك للبنك تقول له اه فعلا دفعنا خصمنا، وهذا نفسه بده يروح يقول للبائع فعلا دفعت المصاري دخلت عندي، والبنك تبع المستهلك بده يروح يرجع للزبون يقول له تم فعلا خصم المبلغ من حسابك وباقي عندك كذا، عشان لما يعمل معامله ثانيه يقول له ضل عندك بس فقط مبلغ كذا، انتبه المبلغ تم دفعه، والتاجر بده يعرف صار عنده فلوس لانه بعد هيك حيستخدم الفلوس. فعمليه يعني عمليه معقده او يعني متعدده الخطوات وليست خطوه واحده. هذا مثال واحد في ابسط نظام معروف اللي هو الكريدت كارد ترانزاكشن، اللي هو التعامل بطاقة بنكية عادية، بطاقة الائتمان. تصور انه البطاقة فيها مثلا بيع دين، تصور ان البطاقة فيها اكثر من جزء، تصور فيها عمولات خصم، تصور فيه كل شغلات ممكن تجي على بالك، خاصة اذا كانت النماذج معقدة وفيها اكثر من بائع واكثر من مشتري، وبالتالي اكثر من مقاصة واكثر من بنك ودولي ومحلي وجهات رقابة وما شابه ذلك وتحويل عملات، فالموضوع مش بسيط. هذا الكلام كله بيتم يا جماعة مش يدوي بالورق وبالمطريفه، بيتم كله بشكل الكتروني، وغالبا بيتم في اقل من في جزء من ثانيه او في اقل من ثواني، يعني في ثواني اذا كان المعامله كلها ممكن تقعد 10 ثواني 7 ثواني 20 ثانيه وتكون معامله مخلصه. كل الخطوات هذه بما في ذلك الخطوات المعقده اللي تحدثنا عنها كلها بتتم في ثواني، في لحظات بتتم المعامله وكانه انت مش شايف شيء تمام. في عندنا بعض المصطلحات المهمة جدا جدا لازم نعرفها لما نتحدث عن تحويل الأموال وعن الأموال بشكل عام، عشان نفهم لما نتحدث عن الدفع الإلكتروني نكون عارفينها. في حاجة طبعا ما لهاش علاقة بالدفع الإلكتروني وبس، لكن بهمنا نعرفها بالدفع. في حاجة اسمها الأيبان. الأيبان كثير بتسمعوا فيه لما الناس اللي حولت فلوس برا واستقبلت فلوس من برا. في حاجة اسمها أيبان اللي هي International Bank Account Number تمام، رقم حساب البنكي الدولي، رقم الحساب المصرفي الدولي تمام. رقم الحساب المصرفي الدولي هو عبارة عن رقم زي معرف رئيسي، طبعا هو اصله معيار، هو ستاندرد دولي تمام، لكن هو عباره عن معرف زي الهويه، زي رقم الهويه لحسابك، بس معرف على مستوى العالم كله. يعني حسابك في غزه او حسابك في فلسطين له جزء له علاقه بفلسطين بس في جزء دولي، فبالتالي هذا وين ما تروح في العالم حسابك نفسه يكون معروف كانه رقم جواز سفر تمام. هو عباره عن معرف دولي لتحديد الحسابات المصرفيه عبر الحدود الوطنيه. يعني في اي دوله في العالم، رحت على المانيا على تركيا على فرنسا اعطيتهم الايبان تبعك، مش ممكن يكون في واحد في العالم معه ايبان زيه، لانه معرف دولي فريد يونيك مش مكرر. طبعا تم اعتماده في الاصل من قبل اللجنه الاوروبيه للمعايير البنكيه، هو معيار اوروبي في الاساس، ثم بعد ذلك تم اعتماده كمعيار دولي، مش كل الدول بتتعامل فيه للعلم، لكن هذا المعيار يعني هو معيار دولي بتستخدمه الكثير من الدول، بالتالي امريكا ما بتستخدموش لحتى الان، لكن كل دول اوروبا بتستخدمه، تركيا بعض الدول اسرائيل بتهي بيستخدموه. هذا زي رقم الهويه يعني بيحتوي على عده مكونات او عده خانات. يعني هذا المعيار او هذا المعرف هو عباره عن عده خانات، في اول خانتين او ثلاث رمز الدوله، بعدين في مثلا ست سبع خانات رقم حساب، مش حافظهم رقم واحد لكن مش مشكله فيها، حسب المعيار موجود المعيار راح تشوفوه براحتكم. رقم الفرع تبع البنك، رقم الوكاله، يعني البنك له رقم، الوكاله تبعت البنك او الفرع له رقم،
رقم الحساب، رقم الدولة، كلهم مع بعضهم بيتجمعوا معطوك رقم واحد اسمه ايبان. تمام، الايبان بيصير زي كانه رقم هوية او رقم جواز سفر في اي مكان في العالم بتنعرف من خلاله. في حاجة اسمها بيك، بي اي سي، بنك ايدنتيفاير كود. تمام، معرف البنك، مش معرف حسابك، معرف للبنك، هو رمز دولي تستخدمه البنوك للتبادلات المالية. كل بنك في العالم له بيك، عشان البنوك تتعامل مع بعضها تعمل مقاصة، بيكتبوش اسم البنك كامل في البرامج وفي الحاسوب وفي البروتوكولات، بيستخدموا البيك. البيك اللي هو بنك ايدنتيفاير كود، رمز تعريف البنك او التعريف المصرفي للبنك نفسه. تمام، كل مصرف له معرف. تمام، احيانا احنا بنسميه كود سويفت، كود سويفت او رمز سويفت. هنشوف ايش يعني سويفت. سويفت هي عباره عن اسم الجمعيه اللي اسمها جمعيه الاتصالات الماليه ما بين المصارف العالميه. تمام، هي عباره عن جمعيه، تمام، تتبع نظام رموز دوليه للتعرف على العملات الاجنبيه وتسمى رموز سويفت. سويفت هي عباره عن جمعيه زي شركه بس مش ربحيه، جمعيه تتعامل مع البنوك من خلال البيك نمبر. تمام، فاحنا عشان تعمل تحويل من بلد لبلد لازم تستخدم رموز سويفت. فهمنا الفكره؟ في عندنا حاجه اسمها ACH، Automated Clearing House. Clearing House المقاصه، Automated محوسبه او مؤتمته. في عندنا شبكه توصيل او شبكه مقاصه الكترونيه اسمها ACH. طبعا هي نوع من انواع التحويل الالكتروني للاموال مستخدم في الولايات المتحده الامريكيه، بيشبه اليه سويفت في اوروبا. قلنا عنها قبل شوي، قلنا سويفت هو يعني هي اوروبيه اكثر. تمام، في امريكا في حاجه اسمها ACH، وفي مصطلح اسمه شابس، كليرنج هاوس اوتوميتد بايمنت سيستم. تمام، هو نظام دفع مؤتمت للمقاصه، شابس معروف مشهور في الماليه في العلوم الماليه اسمه شابس. ACH وشابس مصطلحات مهمه جدا لتحويل الاموال. طبعا الايبان يا جماعه مش مطلوب منكم تحفظوه عن غيب، لكن هذا للاطلاع فقط. هو عباره عن قلنا معيار دولي لتحديد الحسابات المصرفيه، تم اعتماده في الاصل من قبل اللجنه الاوروبيه للمعايير البنكيه، اصبح معيار دولي يعمل في الدول الاوروبيه وبعض الدول الاخرى، وضع لتسهيل المدفوعات داخل الاتحاد الاوروبي، لكن لما شافوه سهل ومرن وممتاز طبقوه عالميا. الان مسجل تحت معيار ايزو رقم 13616 ل 2007. تمام، هذا المعيار مكتوب فيه التفاصيل من ايش بتكون الكود وايش قديش لازم يكون طوله وايش المعايير المتبعه ومتى بينفع متى بينفعش. وطبعا والمعيار نفسه الايزو بيشير بصراحة ان الايزو، جمعية الايزو هي المسجل الرسمي للايبان، هي اللي سجله، يعني هي المخولة انها تسجل الايبان، يعني واحد يسجل رقم ايبان تبعه بشكل رسمي، هو يعني شركة سويفت او جمعية سويفت، زي ما نسجل الاي بي ادرس والدومين نيم اسم الموقع عند الايكان في امريكا، بدك تسجل الايبان تبع البنك تبعك في شركة سويفت او في جمعية سويفت، فهي المخولة ان هي توثق وتسجل الأرقام وتعتمدها بشكل رسمي، وبعدين من خلالها بصير تبادل والتحويل بين البنوك من خلال كود سويفت أو آيبان. تمام، فالدفع الإلكتروني بصراحة في مواضيع كثيرة هنحاول نأخذ منها جزء، مش هنأخذها كلها، يعني لما نحكي عن الدفع الإلكتروني بدنا كتاب كامل وأبصر كفي. تمام، في مواضيع كثيرة متنوعة ومتطورة، كلها بتتغير كلها بتتطور. يعني مثلا مواقع باي بال يعني ممكن نكتب فيها كتاب، ليش طلعت وكيف طلعت وايش ايجابياتها وسلبياتها. البطاقات الذكيه فيها جوانب فنيه كثير وفيها جوانب اداريه. الدفعات الصغيره مايكرو بايمنتس ايش مقصود فيها وليش، حنشوفها قدام شوي. على فكره الشيكات الالكترونيه اي تشيكينج هذه ممكن نحكي فيها برضه للمحاسبين بالذات. دفعات المحمول موبايل بايمنت، في عندنا نوعين، في عن بعد وفي عن قرب، في تلامسيه اللي بتكون عن قرب وفي عن بعد. تمام، هنشوفها لما ممكن تدفع بالمحمول عن بعد، ممكن تكون نفس في المحل كانه كاش تدفع فيه. المدفوعات الدوليه بين الشركات بزنس تو بزنس هل بتتم بنفس الطرق ولا لا. المدفوعات الدوليه بشكل عام انترناشونال بايمنتس التحويلات، كل هالمواضيع طويله ومعقده. يعني وكمان الفتره الاخيره ظهرت شغلات اللي هي العلاقه بالبلوك تشين اللي هي العملات الرقميه والمشفره كريبتو كرنسيز، كل هالمواضيع يعني ممكن ترتبط بشكل او باخر موضوع الدفع الالكتروني. مش هنقودها كلها اليوم وفي هذه المحاضرة، لكن بدك تفهم الموضوع واسع وشامل. هنحاول نتعرف على أهم الشغلات اللي بتعنينا احنا هان في التجارة الإلكترونية، لكن بصراحة مش هنقدر نغطي كل التفاصيل. خلينا نحكي عن أهم طرق ووسائل الدفع الإلكتروني. تمام، احنا قلنا طرق الدفع الإلكتروني كثيرة، بتتم من خلال أنظمة مختلفة، تستخدم أدوات ومنصات مختلفة، والتصنيف صعب لأنه كل يوم في أنواع جديدة، في أنواع كثيرة بتتطور بسرعة رهيب جدا، ومفيش حدا بيقدر يزعم إنه بتبعها بشكل دقيق. المهم إنه كل نوع من انواع او وسائل الدفع له بيئه خاصه، له فلسفه خاصه،
له قضايا إدارية وفنية خاصة، مش حنقدر نتعرف على كل التفاصيل في هذا المساق زي ما قلنا، تمام؟ لأنه كل واحد نشأ في ظروف معينة، وكل واحد له إيجابيات وله سلبيات، وله فلسفة خاصة في التعامل، ومزايا خاصة وسلبيات مرتبطة فيه. خلينا نحكي عن أهم الشغلات الدارجة المعروفة. بطاقات الدفع الإلكتروني، طبعا هي إلكترونية، ما كانتش بالضرورة مرتبطة بالإنترنت، لكن الآن صارت مرتبطة بشكل كبير في الإنترنت، لكن هي ملهاش علاقة بالإنترنت وبس. يعني ممكن تدفع، تستخدم الدفع الإلكتروني في المحلات بدون وجود الإنترنت حتى، تمام؟ ملهاش علاقة بالموضوع، لكن هي الآن أصبحت جزء مهم جدا من نظام الدفع الإلكتروني في الإنترنت، تمام؟ هي جزء من نظام الدفع الإلكتروني، هي عبارة عن بطاقات إلكترونية تحتوي على معلومات، ممكن استخدامها لأغراض دفع ثمن المشتريات بشكل مباشر زي ما قلنا في المحلات وفي السوبر ماركت أو من خلال الإنترنت، تمام؟ في أنواع، في بطاقات الائتمان، كريدت كارد، في عدة أنواع صراحة، يعني مش كل بطاقات الدفع تشبه، عشانها تشبه بعضها، مش كل نفس النوع، في عنا عدة أنواع، هذا ركزوا عليها شوية. بطاقات الائتمان كريدت كارد اللي هي عبارة عن بطاقات دفع تسمح بالشراء بالدين، اسمها كريدت كارد، بطاقة الائتمان، تمام؟ يعني عمليا فيها قرض ربوي أو تسهيل مجاني خاص أحيانا بيكون لبعض الناس حسب علاقتك بالبنك. إذا كنت رجل أعمال وعندك مبلغ كبير ممكن يعطوك تسهيل دفع مجاني، يعني تقدر تشتري دين مش مشكلة، لو نقص عليك $1000 مجانا. لكن بشكل عام هي عبارة عن قروض ربوية، يعني تعطيك البطاقة بتقول لك اشتري وبتسد، بعد مثلا كل ما يصير معك مصاري يسد، وكل ما تأخرت أكثر بتدفع فايدة ربوية، بتدفع ربا على الشراء. فأنت البطاقة بتسهل لك الشراء صح، لكن بتحسب عليك فلوس ربا، تمام؟ هاي بسموها كريدت كارد، تمام؟ شكلها زي هيك، لكن سيبكم الشكل انتم، المهم ايش في قلب البطاقة، ايش نوعها بالضبط. في عنا بطاقات الشحن بسموها، او بطاقات السحب، هي بتشبه بطاقة الائتمان، لكن هذه مشكلتها او الميزة اللي فيها انه هي عادة بتكون من دون فوائد، لانه انت خلص مضطر اخر الشهر او اخر المدة تدفع. يعني بيقول لك معك شهر تسحب تشتري، لكن اخر الشهر لازم تسد، ملزم، فيش دين، يعني فيش دين وفيش فوائد ربوية، ممكن يكون في رسوم تأخير بعرفش ايش، لكن بشكل عام هي لهذه الفكرة تبعتها، الفلسفة تبعتها مش فلسفة ائتمان دين تسهيل، لا، هي عبارة عن بطاقة بس بتريحك عشان ما تعملش فلوس كاش. تشتري بدك اياه في سقف مثلا 1000 شيكل، اخر الشهر بخصمه من الراتب، او بتروح تدفعها للشركة او للبنك مباشرة، فيش فيها دين ولا فيها اي مشكلة ربا، تمام؟ عادة بتكون بدون فوائد الا اذا كان عاد حولها لبطاقة ائتمان بطريقة غير شرعية او بطريقة غير مباشرة. في عندنا نوع ثالث من البطاقات اللي هي بطاقات الدفع المباشر او الجاري، بسموها ديبت كارد. ديبت كارد مش ديت او كريدت، لا، ديبت يعني فوري، تمام؟ بسموه تشيك كارد صحيح، يعني هي بطاقة كاش عمليا حسب الدولة، يعني في دول بسموها بطاقة كاش، كاش كارد، تمام؟ او البنك بسميها كاش كارد. كاش كارد هي عبارة عن بطاقة دفع مباشر، يعني انت بتاخدها معك بس عشان ما تحملش فلوس، انت عندك فلوس في البنك، تمام؟ بس انت بدك تدفع فيها مباشرة، بدل ما تاخد فلوس معك تروح تدفع في المحلات او على الانترنت، تدفع من خلال البطاقة، يعني تخصم كل ما تدفع مثلا شيكل او 10 شيكل او 100 شيكل تخصم لك اياها من حسابك، لا في دين ولا في نقد، تمام؟ في بطاقات اخرى يعني بسموها اي تي ام كاردز بشكل عام، هي طبعا بطاقة تصرف آلي بغض النظر عن الدفع وكذا، بتكون مثلا هي عبارة عن بطاقة تصرف بس، ممكن تكون مرتبطة بحساب، ممكن تكون مزودة بحساب مشتري انت دفع مسبق، ممكن تكون بطاقة وقود، ممكن تكون بطاقة مشتريات زي تبعت الكابونات واي ما شابه ذلك. الفكرة يا جماعة بدك تنتبهوا لها انه هذه بطاقات، يعني ممكن بطاقة واحدة تاخذها انت تكون فيها اكثر من خدمة، يعني ممكن تكون عندك بطاقة ائتمان نفس الشكل، هي عبارة عن فيزا كارد بخدم بنك فلسطين او البنك الاسلامي فلسطين او اي بنك، لكن هي نفسها تكون بس بطاقة ائتمان، او تكون بس بطاقة ايش سحب، او تكون بطاقة ديبت كارد. يعني حتى البنوك احيانا بتروح تاخذ بطاقة انت تعمل فيزا مثلا برا في اوروبا، بقول لك بدك اياها ديبت كارد ولا كريدت كارد، بقول لك اختار، تمام؟ هي نفس البطاقة من برا شكلها، ما تتغروش بالشكل، الشكل نفسه هي من برا بطاقة فيزا، لكن من الاشتراك تبعك الحساب انت متفق معهم على ايش، هل هي ديبت كارد ولا كريدت كارد، تمام؟ هل هو هو حساب كاش فوري ولا حساب دين ولا هي بطاقة سحب، تمام؟ فانتبهوا، يعني مش الشكل بيكون نفسه احيانا، لكن المهم ايش داخل البطاقة، ايش الحساب تبعك المرتبط في هذه البطاقة، تمام؟ هذه البطاقات الإلكترونية. في عندنا حاجة اسمها بطاقة افتراضية أو بطاقة الحساب الافتراضي، طبعا هذا نفس يعني فكرتها فلسفتها مختلفة شوية، إنه هذه البطاقة هي عبارة عن بطاقة موازية للبطاقة الرسمية، تمام؟ هي عبارة عن بطاقة كأنها بطاقة حقيقية بس هي افتراضية. ليش افتراضية؟ لأنه هي عبارة عن بطاقة مؤقتة، نسخة افتراضية من البطاقة الحقيقية، تمام؟ كيف؟ يعني أنا خايف إنه لما أروح آخذ بطاقتي
ادفع فيها من خلال مثلا موقع اي باي، يروح ياخذوا الرقم تبعي يسجلوه عندهم ويصير اختراق ويسرقوا بياناتي. فلا انا شو بروح بقول للبنك؟ بقول للبنك بدي بطاقه افتراضيه عشان استخدمها بس على الموقع الانترنت، فبعطيني بطاقه ترتبط بنفس الحساب لكن لها رقم مختلف، لها رقم خاص احادي، يعني كيف ممكن استخدمها مره وارميها او استخدمها مرتين وارميها. تمام، نفس البطاقه اللي بتاعتي حقيقيه، بس هذه البطاقه مش حقيقيه، بتاخذ الرقم تبعها، بتاخذ رقم خاص مرتبط بالرقم الاصلي بالحساب الاصلي، بستخدمها بعدك بعدك ما حدش بيقدر يستخدمها بعدي، يعني حتى لو واحد سرق البيانات او واحد لقاها في الشارع ما بيقدرش يستفيد منها، لانه هذه البطاقه مؤقته احاديه الاستخدام. واضحه الفكره؟ انا مثلا بدي اتعامل مع شركه اجنبيه بشتري برنامج سوفت وير انتي فايروس او كتاب، بس انا خايف انه لو سجل بيانات حقيقيه عندهم الفيزا اروح الصبح ثاني يوم الاقيهم ساحبين من حسابي $200، مش عارف ليش، خطا او الموظف مش منتبه او واحد اخترق الموقع، فايش بساوي؟ بطلب البنك تبعي بيعطيني بطاقه افتراضيه هي على نفس الرقم تبع البنك تبعي، نفس البطاقه هذيك نفسها، نفس الخصائص، نفس الاسلوب، بس رقم تبعها مختلف ومؤقت، يعني كاني طلبت منه يعطيني رقم مؤقت لمرة واحدة، بعدين بلتغي الرقم، بشتري فيه مرة بخصم من حسابي، البطاقة بصير ملهاش أي قيمة. تمام، فالهدف منها قلنا الاستخدام في الحالات غير الآمنة تماما من أجل تجنب الخداع وسرقة البيانات، عشان أنا ما أخشش في مشاكل، مين أخذ حسابي، انسرق حسابي، المحفظة الإلكترونية تبعت اتسجلت عندهم وصاروا يسحبوا زي ما بدهم، يدفعوا رسوم مش معروفة، العقد مش واضح، وقصص كتير بتصير. يعني في ناس شو بيعملوا؟ بروح يشتروا من مثلا من موقع مايكروسوفت، بيشتري شغلة بكون في تحت في البنود انه انت لازم تدفع كل يوم $2، انت مش شايفها، فانت بتدفع $20 ثمن الكتاب، تيجي ثاني يوم الصبح بتلاقي مسحبين كمان $2، ثالث يوم مسحبين $2، اخر الشهر بتلاقي سحبين منك $50. ليش؟ بقول لك انت في البند في العقد تحت بند صغير انت ما كنتش منتبه له، بقول لك انت لازم كل يوم تاخذ خدمه مش عارف دعم فني او مساعد ساعده تعليميه $2 في اليوم، انت بتكون شايفها. في الحاله هذه انت ما بتقدرش ترفض لان انت كنت موقع وعامل موافق على شيء انت مش شايفه مش منتبه له، عشان تضمن تريح راسك وما تقعش في هذا الفخ بتاخذ بطاقة افتراضية فيرتشوال كارد، بتشتري بدك اياها مرة واحدة بعدين بترمي البطاقة، بعدين ما بدهمش يحسبوا حاجة، حتى لو بدهم يجي منك بصير يجوا وراك يقول لك يا عمي تعال تعال، بتقول ما اتفقتش معكم، بصير هم يجوا وراك مش انت تجي وراهم. تمام، عشان تكون واضحة الفكرة. في عندنا طرق دفع الكتروني تستخدم اساسا في نموذج بزنس تو بزنس، يعني هذيك كلها بتستخدم في البزنس تو بزنس، في البزنس تو كونسيومر اكثر، معناها بتستخدم في البزنس تو بزنس بس ممكن تستخدم اكثر في البزنس تو كونسيومر. لكن أنا في عندنا طرق أساسية أو استخدمت أساساً تستخدم أساساً للدفع في بزنس تو بزنس، زي مثلاً الشيكات الإلكترونية إي تشيكس، طبعاً هي الشكل القانوني الإلكتروني للشيكات الورقية، شيك ورقي بس أصبح إلكتروني. هالكلام استخدموش لأفراد، صعب شوي لأنه معقد، بده مقصة خاصة، محاسبين اللي يروا عملية موافقات وشهادات وقصة، عشان هيك بيستخدموه أكثر في الإيش في البزنس تو بزنس. في عندنا بطاقات الشراء، بطاقات الشراء مقصود فيها طبعاً هذه سهلة بس مقصود فيها إيش؟ إنه بطاقات بتصدرها الشركات للموظفين تبعينها عشان يشتروا فيها ضمن حدود خاصة، يعني مثلا شركة اتصالات بتعطي الموظفين تاعينها كل واحد بطاقة يشتروا فيها مثلا من المولات أو من محطات البنزين بسقف معين، هذا تعتبر purchasing cards. هي بصراحة بدهاش يعني شرح خاص لأنه هي عبارة عن بطاقات محدودة مقيدة بشروط محددة، لكن هي يعني بتتعامل فيها الشركات أكثر من الأفراد لأن الأفراد بيشتروهاش، بياخذوها الشركات بيعطوها للموظفين تبعينهم. في عندنا حاجة اسمها الاعتماد المستند، ركزوا معي في النقطة، الاعتماد المستند الإلكتروني اي letters of credit، letters of credit اللي اعتماد مستند وخطاب الضمان، هي عبارة عن موافقة مكتوبة من البنك لدفع مبلغ من المال من حساب المشتري للبائع، هنقوم بالتفصيل ايش مقصود فيها. تمام، هذه تستخدم فقط للشركات لأنه الفرد يعني بيقدرش يستخدم خطابات الضمان إلا إذا كان هو يعني مسجل كتاجر أو شيء، لكن بشكل عام هي تستخدم للتجار فقط، وخاصة لما نحكي عن تجار بيستوردوا من دول أجنبية. تمام، في الاستيراد والتصدير مستخدمة بكثرة. كل هذه الطرق تستخدم أو تسمح بنقل النقود من طرف لآخر عبر الإنترنت دون حاجة للتفاعل المباشر أو التواجد المادي، كل الطرق اللي أخذناها قبل شوية، الفيزا كارد والديت كارد والديبت كارد وكله، والبطاقات الورقية والإلكترونية عفوا، وطرق الدفع اللي بتستخدم لنموذج بي تو بي، كل هذه الطرق تستخدم لنقل النقود من طرف لآخر عبر الإنترنت دون الحاجة للتفاعل المباشر أو أنك تكون موجود عند البائع بشكل مادي فيزيكا. تمام، خلينا نحكي عن المعتمدات المستندية شوية، الاعتمادات المستندية اللي بطلع فقط لأنه مش مطلوب منكم التفاصيل. الآن أنا عندي تاجر بائع مشتري، يعني أنا مثلا مشتري من فلسطين بدي أشتري كمية اسمنت من تركيا، تمام، هي عندي المشتري، عشان مش هيقدر يدفع بفيزا كارد مبلغ $200 و $500، مش هيقدر يبعت له شنطة بالبريد، مش هيقدر يبعت له شيك بكلف وبده فترة ومش مضمون، في حاجة اسمها خطاب الضمان letter of credit أو بسموها documentary credit اعتماد مستندي أو بسموه banker
كوميرشال كريدت او بسموه لتر اوف اندرتيكينج، والاكثر من مسمى في النهايه نفس المعنى، اعتماد مستندي وخطاب ضمان. تمام، خطاب الضمان هو عباره عن ايش؟ البائع المشتري عفوا من فلسطين بيشتري بضاعه من شركه في تركيا. تمام، هذا الشركه في تركيا، هذه شركه، وانت مشتري، انت طالب فاتح الاعتماد او فاتح الاعتماد، انت الابليكانت بيقول عنك، انت اللي بتطلب الاعتماد، بتروح على البنك تبعك، في لك بنك، بتقول له بدي افتح اعتماد، بسموه البنك المصدر او فاتح الاعتماد issuing bank. تمام، هذا البنك تبعي انا، هذا بنك المشتري. تمام، هذا بنك المشتري، بتقول له انا بدي اشتري صفقه من تركيا، بدي صفقه 200,000 دولار، بدي افتح اعتماد عندك. تمام، فالبنك تبعك بروح بخاطب البنك اللي في تركيا او مش في تركيا، ممكن يكون مش في تركيا بس غالبا بيكون في تركيا، اللي هو بسموه البنك المراسل، اللي هو بروح بتواصل مع البائع وبده يضمن له المبلغ. تمام، انت تتعاقد مع بائع بتقول له بدي اشتري منك 100,000 او 100 طن اسمنت ب 200,000 دولار. تمام، او 50,000 دولار مثلا، بتتوقع بتقول لبنك تبعك افتح لي او ابعث لي رساله ضمان او خطاب ضمان او اعتماد مستندي، تبعته على البنك الفلاني اللي هو البنك المراسل ادفايزنج بنك. البنك المراسل بتواصل مع المشتري، مع البائع اللي هو المستفيد البنفيشري، بقول له في شركه كذا كذا حكت مع البنك تبعها، والبنك تبعها حكى معي عشان انا ادفع لك مبلغ 50,000 دولار بشروط معينه، 1 2 3 4. تمام، طبعا كل هالتبادلات بتصير من خلال جمعية سويفت اللي هي بتنظم الحسابات، رقم الحساب، ايبان وما شابه ذلك. واضحة الفكرة؟ المشتري تعاقد مع بائع بس عشان يدفع له، بقول للبنك تبعه ابعت خطاب ضمان للبنك المراسل، البنك المراسل بتواصل مع البائع بقول له انا مستعد ادفع لك، بتكفل ادفع لك 200,000 دولار من البنك الفلاني اللي هو تكفل بالدفع عن البائع الفلاني. طبعا البائع المشتري عفوا، المشتري بيكون له حساب في البنك طبعا، وعنده رصيد او عنده تغطيه ماليه او عنده ضمانات معينه. البنك المصدر بتواصل مع البنك المراسل، البنك المراسل باكد للبائع انه المبلغ ممكن يتوفر، فيش مشكله، فانت ممكن ترسل له البضاعه بدون اي مشاكل. هذا القريب بشكل عام مختصر. طبعا في تفاصيل اخرى خاصه لما يكون البنك المراسل مش هو اللي بغطي او البنك المصدر مش هو اللي بغطي، مش هندخل فيها. فاطراف الاعتماد المستندي أربعة الأطراف الرئيسية: طالب فتح الاعتماد اللي هو الأبليكانت اللي هو المشتري عادة، المستورد أو المشتري اللي بيشتري بضاعة من تركيا. تمام، هو اللي بيطلب فتح الاعتماد المستندي بينه وبين البنك تبعه، بروح بقول له أنا زبون عندك، إني عندك فلوس دايما، بدي تفتح الاعتماد المستندي، بدفع رسوم أحيانا وأحيانا ببلاش حسب علاقته مع البنك، حسب الصفقة أو حسب الاشتراك مع البنك. المستفيد اللي هو البائع أو المصدر اللي بده يبيع بضاعته حسب شروط معينة وردة في الاعتماد. البنك فاتح الاعتماد اللي هو بنك المشتري، البنك المحلي اللي انا بدي يضمني برا، بروح بصدر خطاب الاعتماد المستندي حسب شروطي انا، بقول مثلا انا بدي ابعث 50,000 دولار لشركه في تركيا كذا كذا بشرط انه يوصل لي البضاعه كذا كذا، ممنوع تسلمه الا البضاعه تصل للمينا وتاخذ مثلا ايصال من المينا البضاعه تسلمها. تمام، البنك المراسل او المبلغ بسموه ادفايزنج بنك او كورسبوندنت بنك، هو البنك الخارجي اللي بيقوم ببلاغ المستفيد بنص خطاب الضمان اللي اجى خطاب الاعتماد، بقول اجاني خطاب اعتماد من البنك المحلي مكتوب فيه انه انا بدي اسلمك 50,000 دولار وفق الآلية التالية اذا سلمت البضاعة في الميناء. تمام، فهذه هي الاعتماد. طبعا في طرق اخرى للفوضى او الدفع بين الشركات، في طرق كثيرة يعني انظمة حديثة، يعني في حاجة مثلا اسمها EBPP Electronic Billing Presentment and Payment، نظام معروف اسمه تقديم ودفع الفواتير الالكترونية. طبعا هي انظمة بتمكن من تسليم الفواتير الشهرية ودفع الانترنت، بتتيح للمستهلكين انه يعرضوا الفواتير بشكل الكتروني استخدام اجهزه كمبيوتر سواء كان محموله او خاصه، وتسمح لهم انهم يدفعوا من خلال تحويلات ماليه الكترونيه من حساب او بطاقات الائتمان بشكل مباشر. طبعا الشركات بتحاول، الشركات اليوم في العصر الحديث بتحاول شوي شوي تتوجه نحو اصدار البيانات والفواتير بشكل الكتروني. طبعا في دول مثلا في اوروبا فرض على الشركات انها تصدر فواتير الكترونيه، او اصدرت تعليمات وانظمه وقوانين تعتمد الفواتير الالكترونيه البي دي اف بشكل رسمي امام القضاء، امام الضرائب وما شابه ذلك، لانه طبعا الهدف كان ان احنا نوفر ورق ونحافظ على البيئه ونقلل من الاعتماد على الورق. تمام، ونساعد في ادوات الرقابه والتتبع وتسهيل هذه الامور، لان الموضوع احيانا بتعقد لما يكون في عندك ملايين فواتير ورقيه، صعب جدا تديرها، صعب انت تراقب عليها. طبعا هذا الكلام اصبح كله محوسب بشكل كامل في بعض الدول.
طيب خلينا نحكي عن قلنا قبل شوي في حنا حاجه اسمها شبكه التوصيل او المقص الالكترونيه، واللي هي شبكه على مستوى الوطن او الدوله تقوم بتوصيل النقود بالمؤسسات المصرفيه بين حسابين مصرفيين مثلا، فيها بيكون مصدر عاده بيكون هو اللاعب الرئيسي في عمليه الدفع. تمام، فعلى الزبون لازم يكون يفتح حساب عند المصدر قبل القيام بعمليه دفع الكتروني، والمصدر هو يعني صله الثقه والجهه المرخصه لتدقيق اي عمليه من عمليه الدفع الالكتروني. تمام، فهذا اخذناه قبل شوي مش داعي له. خلينا نتوقف هنا ان شاء الله لانه بدناش نطول عليكم. الجزء الثاني